ممكن بس كل الناس تقعد بس دقيقة. Thank you. أنا هحاول أقول اللي أنا عايزة أقوله بالعربي فما حدش يضحك عليا. أنا مامتي وبابايا ما عملوش فرح لما جم يتجوزوا. ف we want to give them this first dance. So if you guys can just join us on the dance floor for a second. في حالة لو ما شفتش حاجة حلوة النهاردة فالفيديو ده علشانك. جمال وشياكة وأناقة مستحيل تشوفها في فيديو تاني. تحسهم هربانين من ديزني أو حاجة كده من مسلسل حريم السلطان. مصرية أصيلة قررت تعمل رقصة لوالدها ووالدتها اللي ما عملوش فرح ساعة الجواز علشان المصاريف. لقطة إنسانية بدأت برقصة عادية ومشاعر رومانسية وانتهت بعياط وبكاء لا ينقطع. يا ترى إيه الحكاية؟ البداية كانت مع فيديو انتشر على السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت. الفيديو بيظهر لقطة مؤثرة كان بطلها عروسة وجوزها، لكن الغريب ان هو ابو ام العروسة اللي قلبوا الفرح. مصور الفيديو بيكشف تفاصيل الفيديو الجميل وبيقول: انا حقيقي ممكن اعيط من شكل الفيديو الجميل ومظاهر الرقي. العروسة دخلت الفرح وبدأت تمسك المايك وتتكلم على الستيج. طبعا الفرح لبنت مصرية جميلة بس باين عليها الرقي والاحترام في التعامل. العروسة مسكت المايك وبدأت تتكلم بلغة انجليزية لأنها عايشة برا مصر وقت كبير، وبعدين بدأت تحاول تشرح الموقف بالعربي وتقول: أنا هحاول أتكلم بالعربي بس محدش يتريق عليا أو على كلامي. أنا أبويا وأمي ما عملوش فرح بسبب ظروفهم ساعتها وما عملوش رقصة، علشان كده قررت إن يكون النهاردة هو اليوم رقصتهم، ودي هدية مني علشان أنا بحبهم وبحب جمالهم وبحب حلاوتهم. علشان يتفاجئ الكل بمظهر الأب والأم اللي تقريبا انهم ما يعديش العشرين سنة. طبعا العشرين سنة دي كناية عن انهم ما شاء الله شكلهم يبهر وكأنهم هربانين من ديزني، حاجة كده من ريحة مسلسل حريم السلطان والحاجات الجميلة دي. الام شكلها راقي والاب تحسه هيئة ممثل كده جامد. اخر حاجة الفرح اتقلب لعياط وجمال غير طبيعي. طبعا عياط فرحة وسعادة مش حاجة تانية. الفيديو قلب السوشيال ميديا بتعليقات جميلة، منها: يا لهوي على الجمال والشياكة، ايه الحلاوة دي، ماما وبابا الله يسعدهم، بتكلم عن ذوقها وتذكرها اهلها بالمواقف الحلوة، ولا جمالهم اللي اخذ قلبي معاهم. الجمال والحب والبهجة والنشوة اللي ما راح يحسها الخورة ومتعدد العلاقات. ايه الشياكة والجمال والقمر اللي في رقصها ده. دي كانت بعض التعليقات اللي اعجبت بمقطع الفيديو اللي قلب السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت.